بعد التدمير الممنهج للتعليم منذ سيطرة الحوثيين على مفاصله قبل قرابة 3 أعوام، دقت منظمات حقوقية ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي للتعليم في اليمن، فأكثر من 3 ملايين طفل فقدوا حقهم في التعليم، فيما العدد مرشح للتزايد، ومئات المدارس تعرضت للتدمير بحسب منظمة سياج المتخصصة بالطفولة في اليمن. أما الأطفال المحظوظون الذين لا يزالون يذهبون إلى المدارس فهم لا يتلقون أكثر من 2 درس في اليوم، ذلك نتج عنه حالة إحباط شديدة ويأس في نفوس غالبية الأطفال كما تقول المنظمة. وفي حين لم تعد غالبية الأسر قادرة على توفير وجبة الإفطار لأطفالها، ما يتسبب في حدوث إغماءات ومضاعفات نقص التغذية، ترسل ميليشيات الحوثي إلى أولياء أمور التلاميذ رسائل مذيلة باسم مجالس الآباء والأمهات تطالبهم بدفع مبلغ إلزامي عن كل طفل وطفلة يصل إلى 1000 ريال. مثل هذا الإجراء وفي هذه الظروف سيؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال التاركين للمدارس قصرا وفقا لسياج الحقوقية. المنظمة حذرت من تداعيات انهيار التعليم بهذا الشكل الخطير وغير المسبوق، وسيترتب عليه تجهيل جيل كامل وحرمانهم من حقهم في التعليم. والأخطر أن تجهيل جيل كامل سيترتب عليه كما تؤكد سياج ارتفاع نسبة الجريمة والجريمة المنظمة والعنف والإرهاب وتجنيد وإشراك الأطفال في الحروب والصراعات، على أن الخطر المحتم لن يتوقف عند حدود الدولة اليمنية المنهارة، بل سيتعدى ذلك ليشكل خطرا على الوضع الأمني والتنموي للجزيرة العربية مستقبلا وفقا لصيغة تحذير المنظمة. وقبل تحذير منظمة السياد من مخاطر وتهديدات انهيار التعليم وتجهيل جيل بأكمله على مستقبل الخليج، كانت مجلة ناشيونال انترسيت الأمريكية قد حذرت الثلاثاء من أن تجاهل اليمن سيدفع الأجيال القادمة للتطرف واستهداف النظام الإقليمي القائم في شبه الجزيرة العربية.